سيب الحاج مصطفى ربنا يعزه. انا عايز اجيب له واحده مش مدوده لان هو جاء صاب مرض السنه دي. صاب مرض هو النبق طبعا فكل، انما ده مش شجر يبقى فكل. النبق اللي هو السدر، شجره السدر. وبنزل عندكم بقى طبعا. يبقى سيادتك يا فندم، يبقى شجر النبق ده اللي انت قلت عنه، اللي الرسول قال عنه السدر. شجر السدر. ايوه كل ده همت وانت واقف بقى. هاكلهم كده، ما تاكلهمش بعدين، كلهم دلوقتي كده دول. هاكلهم حاضر. وخد دول معاك همت برضه. ده على فكره بيصفر خالص وينشف. هي السنه دي بس ان هو اتصاب. أيوة. المصابه اللي جات له دي. دي ثمار شجر السدر او النبق. بسم الله ما شاء الله. في ناس بياخدوا ورق منه بيفكوا بيه السحر والاعمال والحاجات دي. طب استنى برضو عشان نتكلم، يا رب يحفظك ويحفظ الكل، ولا بارك الله في من يؤذي المسلمين. اللهم امين. بمناسبه انت بتقول اعمال وكده، لان دي طبعا ناس عفوا بالبلدي كده خارجه عن المله. الناس بياخدوا منه ورق. لا عفوا، اللي اقصد اللي بيقوم بالسحر. ايوه تمام. فيبقى ناس خارجه عن المله. تمام الله يبارك. بمناسبه بناء المسجد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، المسجد اسمه ايه؟ مسجد سيد الشهداء، اللي هي الاسم بتاعه محطوط مطبوع اهو على البوابه الاولانيه. مسجد سيد الشهداء حمزه. بقطور المحطه. قطور المحطه. طب سيادتك يا فندم، محافظه الغربيه. قطور تبع محافظه الغربيه. اللي متبرع بالارض برضو عشان ندعو له كده بالبركه، او اللي قام بتنفيذه. اللي قام على تنفيذه الكابتن علي الضنين، وهو الراجل اللي تعب فيه في بنائه واستلمه من اول ارضيه لحد ما سلمه بالمنظر اللي انت شايفه ده. وانتم متبرعين بالارض؟ ان شاء الله. العيله عيله ايه يا فندم؟ احنا عيله الصياد بقطور. اهلا وسهلا. يا اهلا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاك اياه. مسجد سيد الشهداء عندك. تمام. لا بس انت قلت لي حاجه جميله، ان هو فعلا ده ورق شجر السدر نفسه له فوائد متعدده. مبروكه ورقه مبروكه. بيستعملوها في فك السحر والاعمال، وبيستعملوها في اثناء غسل المسلمين. غسل المتوفي. ريحته طيبه. وبيطهر بيستعملوه في بيضرب. في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام بيبوشوه في ميه، بيبوش الورق في ميه او في خلاط، وبيستعملوه في الغسل، بيطهر جسم الانسان. يعني وبيبقى هو شجره مبروكه. الشجره مبروكه. شجره السدر باذن الله. باذن الله يا رب يبارك. ويا طرحه زي ما حضرتك شايف، الطرح بتشيل كميه طرح كبيره جدا. بسم الله ما شاء الله. انا كنت عايز حضرتك تاكل واحده وتدوقها كده، تشوف تديك تكون موجوده، بس حضرتك ما تلفتش نظرك انك قريب منها. يبقى كما نشاهد شجره النبق او شجره السدر، كل ما فيها فيه بركه، الاوراق، الثمار. وأتذكر أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه أن السدر يغسل الميت بالسدر. أيوة تمام تمام. يعني في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما حضرتك بتقول، ده هي شجر مبروكة فعلا. وهي موقعة على الأرض، ثمار كتير هي، يعني هي برضو من بتنتج ثمار كتير جدا يعني. هو مش انا على اليوتيوب واجيب. كما تحدثنا، شجر السدر يعطي ثمار النبق كما نقول. فهي شجره مباركه. الشجره ديت مميزه عن الشجر الثاني، يعني ديت سدر تفاحي، نبت تفاحي. اللهم صل على النبي. اكبر. وفي الطعم كمان متغير. اللهم صل على النبي. تفاح، تحس انها تفاحيه صغيره. ايوه تفاحه على شكل صغير. حضرتك بتصور. انا بجيب لك اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. رغم ان هي طرحه بس حضرتك جايبه ظهر جديد اهو. جميل جميل. ما يعني انت قلت كلها فيها بركه. وبتطرح كمان، يعني مش طرح سنه، بتجيب الطرح ده يخلص تلاقي طرح. ربنا يعزك، ربنا يعزك. بسم الله ما شاء الله. وبعدين سبحان الله، انت قلت يعني صاحب الخير والفضل قام زرعها قدام المسجد. طيب ماشي تمام. ايوه
الشجره واللي هي قدام المسجد والمبنى بتاع المسجد. اه هي مزروعه قدام المسجد. ربنا يبارك يا رب. الحجم بتاعها زي التفاح ب1000 هنا ب1000 هنا. دي مش حلوه ما هي دي مستوى جت على الارض نفس الحجم بتاعها كده بتبقى قد الحجم. سبحانك يا رب. اه ده انت الازهار بتاعتها يا فندم. ايوه ما حضرتك بقول لحضرتك مزهره. اه مزهره زهر كتير اهو. ازهار اهي كل ده في خلال شهر هيكون بنفس الشكل اللي احنا بفضل الله بفضل اللي الله. احنا شفناه ده بنفس حجم ايوه. آه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ تمام. سبحانك يا رب. وهذه الثمار ثمار النبق بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دي كلها ثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الخضراء واحد لا لسه ما مش طعمها مش هيبقى كويس. كما شاهدنا هذا شجر وثمار النبء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة.